قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بعض العلماء، وهذه طريقة جيدة، يجمعون ما بين كل اثنتين في هذا الدعاء، فالهدى يراد به التوفيق للأعمال الصالحة، أن يعان الإنسان عليها، يعرفها، ثم يعلم بذلك العلم، يعمل بذلك العلم، فهذا يصبح معنى الهدى. وأما التقى فإن الإنسان يعلم ما أمره الله عز وجل أن يتوقع من الذنوب والشرك والنفاق والشقاق وكبائر الذنوب وسائر المعاصي فيتوقعها، فيصبح ذلك العبد بدعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، يسأل الله كل ما يقرب إليه، ويسأل الله أن يباعده عن كل ما يباعد عنه، لأن القرآن دل على أن المرء يوم القيامة يتبرأ من أعماله السيئة ويود لو أنها فارقت. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال الله عز وجل: قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وقال: والعفاف والغنى. العفاف التنزه عن كل ما ليس بمباح، سواء كان ذلك مرتبطا بعفة السمع والبصر وسائر الجوارح مما تعلمه ولا حاجة للإفصاح عنه، أو العفة عما في أيدي الناس، فلا يكون الإنسان معلقا عينه وقلبه بما في أيدي الناس، فيرزق الإنسان العفاف عن الحرام كله بشتى أنواعه. والغنى هذا المراد به غنى النفس، فإن النفس إذا غنيت قنعت، وإذا قنعت لم تتطلع إلى شيء آخر مما في يراه الناس. والله يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذا من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.